تنزانيا مخصصة كتاب الذي تعددها واحدة في المغرب وأشكال كبرى بدعوة من جمعية عرفان ووكالة التنمية بالدار البيضاء حضرت لأقدم أشغال كتاب تقديم وتوقيع كتاب حول الدبلوماسية الاقتصادية الجديدة بإفريقيا. يتناول هذا الكتاب مجموعة من الأفكار حول يعني رفع أداء ونجاحة الدبلوماسية سواء على المستوى العالمي أو على المستوى الإقليمي أو الوطني، والدور هو الوقوف على الآليات والميكانيزمات والأدوار المنوطة بالدبلوماسية الاقتصادية. وأفردت جزءا كبيرا لمميزات الدبلوماسية المغربية المؤطرة من طرف جلالة الملك الذي وضع الإطار النظري والرؤية الجيوستراتيجية للتنمية أو للدبلوماسية الاقتصادية. كذلك في القسم الثاني من الكتاب تعرضت لخصوصية التجربة المغربية، وخاصة يعني وضعت إطار نظري واقتراحات قوامها أولا تقوية القدرات الجيوستراتيجية للفاعلين الاقتصاديين في المجال الدبلوماسي الاقتصادية، ثم دعم تنسيق ما بين الدبلوماسيين وبين كل الفاعلين المهتمين بشكل أو بآخر بالدبلوماسية، وثالثا الاهتمام بالمقاولات الصغرى والمتوسطة لأنها هي الدعامة الأساسية لأنها تخلق فرص الشغل وينبغي الاهتمام بها سواء على المستوى الوطني أو القاري أو الدولي. رابعا تكلمت خاصة على دور الجامعة والبحث العلمي في دعم الدبلوماسية الاقتصادية.